الاتحاد الانجليزي في دوري السادس عشر على ارضية الديربي لبرناردو سيلفا. سيلفا يوزع واجويرو الهداف التاريخي لفريق السيتي امامنا 108 بكرة جوندوغان التسويف من جوندوغان ورايع كريستيانو الغزال الالماني لدافيد سيلفا اللي وزع بعيد الكرة لاجويرو بعيد الكرة على سيرجي اجويرو املاء يوزع كلاوديو برافو امام كاري روبرتس سيلفا لدانيلو دانيلو يوزع تزاورات وهذه كرة جوندوغان الذياحة الالماني هدف من المارد الاسفل الالماني بروسيا دورتموند امكانيه وارده جريك يدخل منطقه الجزاء والتسويف رايع من الايرلندي الشمالي ويل جريك خطير على الدفاع المو تانيلو يوزع في القائم الثاني لاجويرو الكره متدرج الرايع وجريك ويلي شنو هذا لولا تصدي جون ستونز منظومة ساحب الأرض أجمل يا أجويرو وهذا ما يريده فريق السيتي أجويرو هذا صدر البريمير ليج أجويرو أنتوني تايلور يطالب باللعب ضربة مرمى لفريق ويغان أتلتيك مدافع بايرن التوزيع والتصدي من دانكلي لي راي ساني يوسع البلاي أوفس ساني يوسع وامكانيه التسويف ذات لابورت مره اخرى دانيلو والفيراي ساني دافيد سيلفا وساني لكن هربت عليه ناردو سيلفا دانيلو والركنيه بتصدي رايان دالف في القائم الثاني والتسويف غريبه من فرناندينو فرصه كبيره للسيتيزنز اذا 1932 التسويف والركنيه بتصدي لدانكلي اليسار وهذه كره وجوندوغان الالماني منه ويغان اتلتيك يعاني ماسي لكن وين يا ماسي يوزع بعيدا موقع العمليات قبل ديلف على اليسار ديلف يوزع وخطوره دانيلو كان في انتظاره اجويرو وفرناندينو خيرت اسفل مركز دانيلو اجويرو ورد لابورتا كذلك ثنائي محور الدفاع كره بالراس اجويرو دافيد سيلفا اجويرو نيم وهذه كره اجويرو يهرب اجويرو التسويف رايع ويتسون طبعا ويتسون رايع طويله من جوندوغان بالراس والتفسيرات غير مجديه لانه قرار انتوني تايلور لن يقبل الاستئناف اذا مشاهدينا الكرام نهايه دراماتيكيه لفريق السيتي باقصاء وورقه حمراء لفابيان ديلف اذا ضربت بدايه الشوط الثاني بما ان المباراه الان توجه كل اللاعبين الى حجرات الملابس شكرا للزميل ايمن جعدة حضرات المشاهدين الكرام لكل من يلتحق بنا الان نعود بكم الى الدي دبليو ستاديوم لمتابعه اطوار الشوط الثاني من هذه المباراه من الدين بيرن جوندوغان وهذا دانيلو يعدي والتسويف يعدي يوسع وديم بيرنز وكره بالراس تمر على لابارت يعطي كرة يا سلام لكان والكر والتسويبة وليس التوبة بتسيلفا اجويرو الحاضر الغايب اجويرو خطورة جول زلزال في الدي دبليو ستاديوم اجويرو ضيع الفرصة وويل جريج
في الشباك حتى أنه في جماهير جنونية في هذه الأوقات الكروية مفاجأة عالمية.